المغرب، لا تروح غير المغرب، مغرب 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 هتروح المغرب. مغرب انا عارف والله من واحد بيقول مسحور ومسحور، يعني مسحور، هذا الواقع، هذا الواقع الذي لا يريده كثير من دق دقي بقي بقي. واحب اشكر اهل المغرب على كرم اخلاقهم، الصراحه ما شفتش الا كل الخير من اهل المغرب، وزي ما بقولوا عن المغرب لا تستغرب، كل حاجه موجوده في المغرب، اهل الكرم والاصول، وبلد عبد الكريم الخطابي، بلد المرابطين، بلد الموحدين، بلد طارق ابن زياد، الثقافه الامازيغيه مع العربيه، كله كانه في ميكس انت حطيته، وكل ده طلع لك في رونق لا تتخيله. ما تلاقيش الكلام ده لا في اوروبا ولا في اي دوله في العالم، ما شفتش احسن من المغرب. يا جماعه المغرب سحر، سحر، راحه، اكل زين، نفسيات زينه، جلسه زينه، اجواء زينه، الا يعشق هذا البلاد؟ والله يعشق، والله رب البيت، لو يحصل لي كل يوم في هالبلد هذا اروح احب راس وخشم الملك محمد السادس، اني اروح احب راسه وخشمه يوميا. رجل صراحة مبدع، مبدع، يحب الناس، راح بلاد كلن يحبها، كلن يحبها الديرة يا جماعة. يا بالحلال يجي المغرب يا أخوي طيب، أعرف ناس فيهم سكر وضغط ومصايب وكل الأمراض، يقول والله يا أبو ناصر إني لين جيت المغرب إني أطيب، يقول أذب العلاجات. روح المغرب، لا تروح غير المغرب، مغرب 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 هتروح المغرب. مغرب انا عارف والله من واحد بيقول مسحور ومسحور، يعني مسحور، هذا الواقع، هذا الواقع الذي لا يريده كثير من دق دقي بقي بقي. ابغى اتكلم عن موضوع اليوم اللي هو موضوع المغرب والمشكله اللي يسويها للناس. يمكن تستغربون هذا الموضوع، والله العظيم اتكلم جد. انا اتمنى اصحاب القلوب الضعيفه ما يروحوا المغرب، قلوب ضعيفه زي انا. ليه؟ لما تروح المغرب خلاص يصير أي بلد تروح له تقارنه بالمغرب، أجواء المغرب، طبيعة المغرب، الأكل في المغرب، التعامل، فخلاص تزهد في أي بلد آخر. يعني رحنا السعودية بلدي وأحبها طبعا، لكن كان فيه شوي حر، الجو حار، فما استمتعت كثير. مكة والمدينة والرياض الجو حار جدا، وحتى في الجنوب الشمس حارة والجو حار وما في أمطار، فالجو ناشف شوي. فتمنيت اني خليت بس العيد في السعودية والباقي في المغرب. يمكن حتى سلمان قال يا بابا ليش ما نروح المغرب، خلنا نروح دائما المغرب. فوالله انه المغرب يشدك، يعني خلاص يدخل في ذهنك صورة معينة وحالة معينة انت تبغاها دائما، تبغى تسافر دائما للمكان اللي يشبه المغرب الطبيعي. يا أخي في المغرب أنت تمشي، من يوم تمشي إلين توقف وأنت تشوف غابات، مناطق خضراء، لا والنهار فيه طويل، والنهار طويل يا زين النهار عندكم، أول مرة أشوف يوم ينتهي الساعة 8 بالليل. لا 8 وتكون باقي الشمس حارة. أي 8 والشمس صح. فبصراحة اللي يروح المغرب هو قلبه ضعيف الله يعينه، أنا ما أنصح اللي قلبه ضعيف يروح المغرب، لأنه خلاص، لأن في واحد صديق لي ممكن قلت لكم عليه أو ما قلت لكم، سافر المغرب، هو تواصل معي على السناب، والله ما أعرف شكله ولا أعرف حتى يمكن اسمه مصطفى، يمكن ناصر اسمه، فراح المغرب بعد 10 أيام رجع مرة ثانية. قلت له غريب، قال والله يا أخي ما شبعت، أبغى أرجع مرة ثانية المغرب. وراح وجلس 15 يوم ثانية وهو راجع يقول أنا زعلان. المغرب يمكن هذا الموضوع أنا بتكلم عنه، خلنا نتكلم عنه اليوم. في شيء اسمه طاقة المكان، هل المكان له طاقة تؤثر في الناس ولا لا؟ نعم، في أماكن لما تنزل فيها طاقتها ما هي حلوة، فتسد نفسك، تتضايق، فما تحب تطول. والله العظيم البلد الوحيد اللي أنا أروح له وأنا فرحان وأطلع منه وأنا زعلان هو المغرب. طاقة المكان حلوة، أول شيء البشر فيه متواضعين جدا، وهذا يعطي طاقة حلوة تشعر بها أول ما تنزل، تحسن شعورك. اثنين، الجو جميل أول ما تنزل، هواء بارد يجيك. ثلاثة، الطبيعة على مد بصرك، البساطة عند الناس، هذا شيء جميل جميل جدا، تعامل الناس الراقي هذا، يا صاحبي أخويا، يحترمونك يقدرونك، تتمشى تروح أي مكان تحس أنك محترم مقدر، شعب ودود جدا. الود هذا واللطف
يترك أثره في كل مكان. فلما تدخل المدن، تمشي في الطرقات، تروح المحلات، ما تشعر أن في حد مضايق منك. هذا يجعل المكان مريح. أحيانا لما تزور شخص في بيته والشخص هذا عنده مشاكل، زوجته منكدة، هو منكد، ما ترتاح لبيته، تشعر طاقته ما هي حلوة. تروح شخص آخر بيته جميل، مرتاحين، علاقاتهم حلوة، جولي بدون إزعاج، علاقاتهم حلوة، ترتاح عندهم. أعتقد المغرب أنه من النوع الثاني اللي العلاقات فيه جميلة والناس حابين بعض وحابين يجونهم، ما عندهم عقد. فالله يسامح المغرب وعلى ما سوى فينا المغرب هذا، وإن شاء الله الإجازة الجاية جايينكم في المغرب. خلاص أنا قررت إجازاتي كلها في المغرب. تحياتي لكم، لا تنسون اللايك ودعم الفيديو. جولي أزعجتينا يا بابا. مرحبا يا بابا. تقول مرحبا. في المغرب الأقصى العادات والتقاليد تتوارثها الأجيال، وأول تقليد في المغرب إنك لن تسمع إلا مرحبا بك يرد الضيف، الله يكبر بيك خويا. من العادات البديعة في أهل المغرب إنهم يستقبلون الضيف بالتمر المعطر بماء الزهر والحليب. بعد التمر والحليب يستقبل المغاربة ضيوفهم ببراد الأتاي المنعنع، وبالضرورة لابد أن يكون مشحر مزيان. على الشاي تقدم للضيف الحلويات كعب الغزال، الفقاس، والغريبة، والمحنشة. أبواب بيوت المغاربة وجدت لتفتح أمام ضيوفهم. كرم الضيافة في المغرب ليس حفاوة وترحيبا، هو أسلوب حياة. حكيت بكل حفوية، نموت على المغرب والله العظيم. أقريها رسائلكم ميتة. ولدي بعثت للمغرب عنده فاليز بس. الآن في المغرب مكتب مهندس معماري، أرقى العمارات بيبنيها ابني في المغرب، بكل حب وعشق للمغرب. تقرا رسايلكم؟ إيه فرحانة مغربة عشقي. يا ولدي احنا تونس ما نعرف نطيبوا كسكسي، كسكسو المغرب أخص الأتاي. الحب المغربي، كل حب وعشق للمغرب. تقرا رسايلكم؟ إيه فرحانة مغربة عشقي. يا ولدي احنا تونس ما نعرف نطيبوا كسكسي، كسكسو المغرب أخص الأتاي. والحب المغاربي، المغربي مازال يحب الحياة، يحب الدنيا، ديما يضحك، ديما فرحان المغربي، ويحبوا ملكهم، يعشقوا ملكهم. احنا هذه مشكلتنا العالم العربي، ان بنسب ملوكنا ورؤسائنا، هم بيعشقوا ملكهم. صحيح. ولهذا ملكهم بيعشقهم، بيحبهم. جور سي جور دو جور مانتينا مغرب، مروك مروك مروك، احلى المغرب. اتاي تونسي، هذا الاتاي التونسي مش كيف لعطوه لك في الفندق. والله غادني فيك الفندق كيف جاي منه. نقول لك هذا اتاي تونسي، قلت له هذا تونسي، قال لك تونسي. مع النعناع تسوونه؟ النعناع من اتاي المغربي وحده. هاك وحده؟ ها لا، هو الاتاي ان الحشيشه مغربيه ما شاء الله، فهمتني، والبراد مغربي، أما الأتاي المغربي لا يعلى عليه ما شاء الله. ما يمكنش يجي المغرب وما تجربش أكثر أكلة مغربية مشهورة في العالم اللي هي الكسكسو. تمام، هاي الأكلة المغاربة بقدموها كل نهار جمعة، وفي عادة بتصير يوم الجمعة، عادة جميلة جدا، وبتحس المغاربة متوارثين أبا عن جد، عادة يعني فيها الأصالة، فيها الكرم بالزاف. شنو هي؟ ملي كتمشي الجامع مرسلة جمعة طبعا، كتخرج كتلقى بالزاف دي القصرية دي الكسكسو أو الصحون دي. هو الصحن القصرية أو قصعة، القصعة هي القصرية الصحن، مخرج حط لهم قصعة في المونتاج باش يعرفوا الناس فلسطين وصافي. بتلاقي بالزاف دي القصرية دي الكسكسو محطوطين حدا الجامع للناس اللي ما عندها ما تاكل، أو لحتى الناس اللي بيكونوا خدامين نهار الجمعة في الحي دي الجامع، سواء في المحلات أو اللي بيكونوا خدامين في الشارع أو في القهوة أو في المطعم أو كذا. ملي جيت سولت عن هذه القضية كيفاش تخرجت مع المغرب، وليش ولو كيدور هذا الشيء، فوقاش بدات هذا الشيء، قالوا لي هذا الشيء كيخرجوا المغاربة صدقة عند أرواح موتاهم. عجبتني بزاف هذه الحاجة صراحة، برافو هذه العادة اللي شحال رائعة. واحد الحاجة صدمتني أكثر عجبتني، ولكن من اللي سمعت درتها، واحد العائلة هنايا من اللي سولتهم علاش كيديروا هذا الشيء، قال لي كنديروا عاوتاني هذا الشيء من غير انه صدق على موتانا. يقول لي بعض مرات كنديروا صدقه عن روح شهداء فلسطين، وخصوصا في الحروب اللي بتصير في غزه او في فلسطين بشكل عام. ف
فكانوا كيخرجوا كل جمعة قصاعد ديال الكسكس والناس تاكل صدق عن روح شهدائنا اللي احنا بعاد عنهم بزاف. فهاد الحب اللي ما بين يعني كيبغون هكاك الله في الله وهذا الشيء كنفتخر فيه بزاف. يلومنا البعض عندما نخص المغاربة بالشكر والتقدير لما نتحدث عن القدس وفلسطين. لست أنا الذي أشكرهم، التاريخ يشكرهم، الدنيا كلها تعرف فضلهم. اسألوا باب المغاربة، اسألوا صلاح الدين الأيوبي الذي قال لا أتمن أحدا على القدس إلا من كان في جيشي من المغاربة. الكل يعترف لهم بالفضل والتاريخ يسميهم المغاربة، فمن اعترض منهم على ذلك فلماذا يستثني نفسه منهم؟ حقيقة تقال من لم يشكر الناس فلن يشكر الله، وكل فلسطيني في رقبته دين، وبيننا وبين المغرب عهد وعهد المحبين لا ينقضي. المغاربة بيحبوا بلدهم بطريقة لا تتخيلوها، وكل مغربي عينه سهرانة لحماية بلده. يعني المغربي لو شاف أجنبي بيتصرف تصرف وشاكك انه بيعمل حاجة غلط على طول على السلطات. لا تتخيل عندهم حب وانتماء لبلدهم يعني ما شفتوش. يعني مثلا لو انت اجنبي وقلت كلمة وحشة عن المغرب هيبهدلوك. يعني اقول لكم على مرة حادثة حصلت في مراكش من كام سنة كده، حصل عملية ارهابية في قهوة كده في خلال يومين كانوا الارهابيين دول اتمسكوا. مفيش واحد مجرم أو إرهابي أو حرامي يقدر يعيش في المغرب، مستحيل. ما فيهاش حاجة وحشة المغرب، المغرب كل حاجة فيها حلو. أتمنى أن ما حدش يقول لي أن المغربيات سحرولي. يعني هذا المغرب الجميل العظيم اللي هو كل حتة عندها الناس بتاعتها، كل بلاصة عندها الناس، كل بلاصة عندها الفكرة، كل، لكن في النهاية هدول المغاربة في النهاية بيصبوا في قالب واحد فقط. يقول لك إيه أكتر كلمة تسمعها في المغرب هنا؟ يقول لك احنا المغاربه. اكتر كلمه تسمع يعني عندهم اعتزاز رهيب، يقول لك احنا المغاربه، سواء في النقد سواء في الحاجه الكويسه. تخرب ما تستغربش ابدا لاي حاجه تشوفها. ليه؟ لان اي حاجه تشوفها تضيف ليك فكره جديده وبعد جديد، هتحس ان انت في المغرب، انت في كوكب اخر. يعني انت مثلا انا مشيت السعوديه ومشيت دول عربيه كثيره ومشيت، تلاقي العادات والتقاليد متقاربه مثلا ما بين مصر، ما دول المشرق كاملين متقاربين من بعضهم. انما انت في المغرب فانت مش في دولة عربية، انت في كوكب، يعني كوكب المغرب. ما اجمل المسيرة للرباط، وكم بديع منظر المغرب من شرفة السماء، تطوق النجوم بالترحاب، تمنح السحاب لونا من الضياء، من عطر ارضها وروح اهلها الكرام الانقياء، من سيرة عريقة فتحت لها المدارس، عن موطن الثاني، عن درة السادس للمغرب. كم يحلو المسير وكم يصعب، عامان قد يأخذ الترحال والدرب، إن قد طال فصعابه تهون بخاطر الذهب. خصوص المغرب، المغرب عبارة عن مزيج ما بين نظافة الغرب وروح الشرق مع بعض، الاثنين مع بعض. فده مستحيل تلاقيه في أي دولة تانية في العالم. أنا لفيت ممكن 20 دولة، أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. اللي انا شفته في المغرب كأن الزمان بيتوقف بيك من 300-400 سنة فاتت، لما تشوف فاس وتشوف مكناس وتشوف تطوان وتشوف طنجة وتشوف مراكش، كأن الزمان بيرجع بيك ل 300-400 سنة الوراء، بثقافة، حتى طبايع الناس لسه متمسكين بالأصول والعادات والتقاليد القديمة. واللي أنا لاحظته في المغرب إن الأهل المغرب بيتميزوا بكل شيء في بروح الجماعة، مفيش روح الفرد، كل عائلة وكل أسرة كله مرتبط ببعض. فصراحة أنا المغرب دي أول زيارة ليها الحقيقة، بس إن شاء الله مش آخر زيارة، هيبقى في زيارات تانية كتير بإذن الرحمن إن شاء الله. وأحب أشكر أهل المغرب على كرم أخلاقهم. الصراحة ما شفتش إلا كل الخير من أهل المغرب، وزي ما بقولوا عن المغرب لا تستغرب، كل حاجة موجودة في المغرب، أهل الكرم والأصول، وبلد عبد الكريم الخطابي، بلد المرابطين، بلد الموحدين، بلد طارق ابن زياد، الثقافة الأمازيغية مع العربية، كله كأنه في ميكس أنت حطيته، وكل ده طلع لك في رونق لا تتخيله. ما تلاقيش الكلام ده لا في أوروبا ولا في أي دولة في العالم، ما شفتش أحسن من المغرب. وأشكر المغرب مليون مرة.
وكتر ألف خيركم وربنا يخلي جلالة الملك محمد، وإن شاء الله دايما المغرب بلد خير وأمن. فأنا أريد أن أقول للشعب المغربي هنيئا لكم بأمنكم، هنيئا لكم بوطنكم، هنيئا لكم بنقاء مدنكم. يعني أول ما لفت انتباهي وهبطت الطائرة يعني على أرض المغرب الشقيق، سبحان الله، لاحظت نظافة الشوارع، ونظافة الشارع يدل على نظافة القلوب، ونظافة القلوب تدل على التدين الحقيقي لهذا الشعب. فهنيئا لي أنا شخصيا أن الإنسان له معالم في حياته، ليه معالم كثيرة في حياتي، سوف أعتبر هذه الزيارة معلما كبيرا أن التقيت بأحبتي وأبنائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.